الرساله ديالي اللي كنوسع هي اني نبغي نقول اولا بغيت رساله نقدمها للحكومه ديالنا، نبغي ان تتم اولا باب الولوجيات حيت فريمون هذا واحد المشكل كبير. ثانيا نبغي ان تقدم فرص شغل للناس لاصحاب الاعاقات حيت كدير تم اللي عليك كتقرا كدير واحد الفرص اللي هو مضاعف على الناس الاخرين، ولكن فاش كتوصل لباب الخدمه تلقى انه مسدود قدامك وما تلقاش الناس اللي كيثقوا فيك. هذا اولا. ثانيا نبغي نقدم ناس لاصحاب الاعاقات شخصيا، نبغي نقول لهم انهم مهما كانت ظروفكم قاسيه او لا شي حاجه فخاصكم ديروا اللي عليكم، والزام تقولوا بلي لا انا ما يمكنليش ندير او لا ما كاينش شي حاجه سميتها امبوسيبل. واخا كاين في بلد اللي هو صعيب توصل فيه ولكن راه ماشي مستحيل وممكن توصل الى بغيتي.